لا هتتعرض للدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية؟ شوف الحقيقة أنا بشوف إن عملية إن هو بياخد أفراد دي علشان خاطر يعني تبقى ورقة ضغط، لأنه هو النهاردة ما فيش شك إن مصر النهاردة في إصلاح اقتصادي واسع جدا، والعالم كله بيتكلم على الإنجازات اللي حصلت في مصر اقتصاديا واجتماعيا. وزي ما أستاذ هاني قال، في الحقيقة أنا ما شفتش قيادة، يعني خلي بالك حضرتك لو إحنا مثلا نتتبع كل خطابات الرئيس نجد ان مع الخطاب السياسي اللي بيتكلم بيه او مع الخطاب دايما بيدي رسائل للمجتمع لإعادة ثقافة المجتمع مرة ثانية، يعني اهتمامه بتمكين المرأة، ومش تمكين يعني مش تمكين سوري الحقيقة لأول مرة، وانا بعتبره ان ده العصر الذهبي للمرأة المصرية، اللي في كل مكان كنا دايما في كل حاجة بنتكلم فيها اقول لك ملف المرأة في تدهور شديد في ملف المرأة. هو ادرك تماما ان الملف ده كانت مثلا الاخوان المسلمين او الجماعات الارهابية الجماعات الارهابية دايما بتضرب المجتمع في الصميم، انها بتلقي الضوء على مدى تدني دور المرأة في المجتمع. يعني هتجد مثلا في كل احاديثهم كانوا بيتكلموا عن ان المرأة يعني نعم. المرأة ليها البيت بس المرأة ليها اماكن محددة. النهاردة الرئيس بإلقاء الضوء على دور المرأة في المجتمع، دي جزء من حقوق الانسان اللي كانت مهدرة. لما بنتكلم عن العشوائيات وما حدث في ملف العشوائيات ده مش حقوق من حقوق الإنسان. لما نتكلم حتى عن ملف سيناء، الحقيقة التعمير اللي بيحصل في سيناء النهاردة والتنمية طبعا انك بتعمل مثلا 15 مستشفى في سيناء، ما ده حصل منها 9 اتحققوا. لما بتعمل 53 جامعة ومعهد، اي جامعة او معهد في اي مكان بتعمل يعني بتعمل حراك ثقافي ومجتمع حضاري غير عادي. النهارده بتعمله في سيناء 54 مشروع لتطوير العريش وشرم الشيخ، تنفيذ مشروعات استصلاح 400,000 فدان، كل ده ومع القضاء على الارهاب. انت ما بتكلمنيش ليه عن الانجازات؟ ما بتكلمنيش ليه عن ما يحدث حتى داخل السجون المصريه؟ انا زرت السجون المصريه، انا واحده من الناس كانت عندي فكرة قبل ما ازور السجون المصرية ان السجون ده زي ما احنا بنشوفها كده، في ان دول يعني بينتهك حقوقهم بكل حضرتك روح النهاردة السجون وشوف مدى المعاملة وازاي المسجون بيطلع عنده حرفة أساسية يستطيع انه يندمج داخل المجتمع. متكلمني على النهاردة ده من ضمن الحاجات بمناسبة السجون، قال لك بيبنوا 20 سجن جديد. يعني انا يعني العيد بيتكلم كده ما بيعملوا 20 سجن، ما شافش اساسا ما يحدث من توسيع في كل محافظات مصر. هو شايفين وفين السجون ال 20 سجن؟ طب ما يبقى ما عرفش جاب منين، زي ما كانوا بيقولوا.